يا مساء الخير، راح أعمل كيكة، ما أعرف إيش اسمها، كيكة أيام زمان. خلينا نقول حنحتاج لستة بيضات. هذه ستة بيضات حضيفها هنا. بسم الله. وحضيف معاها ملعقة صغيرة فانيليا. هذا الظرف عندي بمقدار ملعقة صغيرة. وحضيف معاها 3/4 كوب سكر، وحخلطه مرة تمام. طيب أنا قبل ما أبدأ أعمل الكيكة، أول شي شغلت الفرن من تحت وعلى درجة حرارة 170 من بدري قبل ما أبدأ خطوات الكيك. تاني حاجة عندي هنا الصينية، خليني أوريكم صينية دهنتها بالزيت وغلفتها بالدقيق، أي صينية عندك تمام، تدهنيها بالزيت وتجهزيها وتغلفيها بالدقيق والفرن شغال. الحين حبدأ أخفق البيض والسكر والفانيليا سوا. نبدأ بسرعة بطيئة ونبدأ نزيد السرعة تدريجيا. شوفوا وقفت خفق عشان أوريكم كيف البيض والسكر صار شكله. شايفين كيف اتضاعف حجمه وتغير لونه؟ تقريبا كان بتخفق لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق، المهم مو مهم عدد الدقائق قد مو مهم تشوفوا شكله صار زي كده. ما توقفي إلا لما تشوفي اتضاعف حجم البيض والسكر وتغير لونه. بعدين أنا طبعا وقفت عشان أوريكم، بعدين تخفض السرعة، يعني ما توقفي بس تخفض السرعة زي كده، وتضيفي الزيت. عندي هنا 1/2 كاسة زيت، تضيفيه على شكل خيط زي كده، شايفين، إلين تخلص الكمية كلها. هذه كده 1/2 كاسة زيت، وحضيف الموية بنفس الطريقة بالتدريج زي كده على شكل خيط، برضو 1/2 كاسة، 1/2 كاسة موية. هخليه يتخلط وبعدين هوقف الجهاز. بعد ما تأكدت انه الزيت والموية اتخلط خلاص وتجانس الخليط، هفتح الجهاز وخلاص هشيل هذه، ما راح احتاجها. نات الجافة شوفوا، عندي هنا 3 ملاعق حليب بودرة وكوبين دقيق وملعقة كبيرة بيكنج بودر، كلها نخلتها مع بعض. حبدأ أضيف المكونات الجافة وأقلب بدي الملعقة السيليكون بالتدريج. الحين حضيف جزء وأقلب زي كده، وأقلب دائرة ونص، دائرة ونص بدي الطريقة. هضيف مش كمان شوية وأقلب، هستمر كده لين أخلص كل المكونات الجافة. أهم حاجة في اتجاه واحد، وبعدين كده خط في النص، يعني دائرة ونص في اتجاه واحد، يعني انتي طول ما بتقلبي في اتجاه واحد ما ترجعي تعكسي، لا كده تمام عشان تطلع معاكي هشة وناجحة. كده خلاص اتجانس الخليط، هصبه في الصينية المدهونة والمرشوشة بالدقيق وادخلها الفرن. هدخلها الفرن، وبعد 40 دقيقة في الفرن صارت كيكتنا جاهزة. شوفوا بعود الساتي تتأكدوا اذا خرج العود نظيف زي كده، معناته كيكتنا مستوية من جوا. خلاص من كل الأماكن أتأكد مستوية، أستناها تبرد شوية وأقلبها. هزينها بالسكر أتوقع، ولا أسهل ولا ألذ من كده. ذكرتكم بكيكة زمان ولا ما ذكرتكم بيها؟
اوريكم من جوا كيف. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. وهذه كيكتنا صارت جاهزة، شايفين شايفين الجمال. أظن ذكرتكم بأيام زمان صح ولا لا؟ شوف كيف هالشكل، شايفين كيف ترفع؟ بالعافية علينا وعلى اللي حيطبقوا. يلا اكتبوا لي في التعليقات زبطت معاكم ولا لا.